بحالتنا يا عتاقنا ودي بهدل بحالتنا ودي قاتلنا وزد فجر منازلنا ويا عولانا بوابو يجيكم عبده وعلوه يجي يزعل شنك الصف والوحده وكل احد منهم يبقى الظهر حقده والغل لولا عبد وابو وابو جميل يا ابو جميل يا ابو جميل الحمد لله بشوفونا جيهانا فكرنا المفجر هذا ما هو ربزيونا هنا ينبزون والله والله رقم هذين راق مرانا تيني كم شغل هذا تواصلت ولاقين أكيد إن الورقة حافظ التسعين أكيد كان فيها قط هنا جاي مش انت يا ابو ناجي قلضاء ولا ما تجاوبي قلضاء يعني لا تجاوبيش ابو زحتراء الو ابو ناجي اين انت والله راقد بالبيت راقد لهذا الحي قم 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 اطلب الله اطلب الله وين انت انا في مكتبك ايش دخلك المكتب الحين عاد الساعه 6 ايش دخلك دخلني مكتبك الله الله الظهر مش انت داري من معك منه من ترك المفاتيح انا معي مفاتيح الوزاره كامل الظهر ما تعرف ايش مش انت داري من معك منه من معي من معك ابو طالب سمعت ولا جاي اسمعك لا لا عجبني كيف ما عجبني شي كلام عجبني ونص تحرك الان يلا يلا انا عاد الجيران يلا الخجر مالا ابو ضارب ابو ضارب مالا غير ايش عند بشوفك انا مالك معه تقلبت لو ما بطلت ولا لقيت اسم صح والكم بيدك انا ما كنت تتكلم يا شيخ الله يا اخي الله يبارك فيك الله يبارك فيك ما جابك ما العقل ما بعد عن الكيف هذا اي مخفف اي مخفف اي مخفف كبائل كبائل طلع الكبائل داخل المكتب اي مخفف هذا هذا ما بعد عن الكيف يا هذا خلع عم خزننا هاني سرعنا صرنا خزننا بهاليوم اي خزنتوا بينا مكتب حكي العشاء ايه طول الله الا ما رقدني يا اخي انت يعني الله يبارك فيك ما انتم ما بتفهموش ما بتفهموش حكي ماذا لعب هذا مكتب مكتب يا اخي هذا مشروع به
مكسب ولا ماشي لام بحاجة ما للدار يباع. اسمع شوف اسلم اشتريتني يا اخي ما بيش يحبك ذا الحين ما بيش يحبك ما بيش يحبك ما لك خلاص لا تمامنا يا اوه ما بيش يحبك طب والله ذا الحين عامة مفلق طلع لك اش اقرع عدم جبرة تبع طلع لك اش في بياني جيهانا مكتبك الله ورغم شو ما تهانا تبا تهانا طلعوني الله خلاص خلصنا يا ابو الله طلعوا المكشوفة أنا على ما أقول لك شوف يا زيد يا مضارب هذا الاسم الأول محمد يحيى صالح تهابة شبلي فأبو على الله حضرنا أي بقض هذا حكى الكمبيوتر أيوة وليه محمد محمد صالح عبده يعني هذا خاله يعني ضدنا حذف ابو خال خاله حذف ابو نصل بزين وخاله ايوه حذفنا وهذا حذفنا يا زيدي من هذا؟ بقي واحد حذفناه مش احنا دارين كيف لقاه من هذا؟ هذا محمد عارف محمود المدوكل انت لا خلصت على دول انت تمام انا هاي خلاص شوف اي واحد مثل نفردي اي واحد انت يا اخي يا ابو طالب حول ما ادري ايش ما بيش عندهم ولا اي خبره شكوى معاهم خبره كيفه كل واحد بعد خبره كم من عاصر نيبه بعد سيدي ولا ما شاء الله قد وعلى ما قال علي بن أبي طالب حكمت فعدلت فأمنت فنمت لله درك درنا عامًا بن الكام أبو طالب كيف ما هذا الجن حققنا راقد وسط المكتب ما بالله أنا كنت علي غفوه بالله هوه بالله هزوه بالله نزوه شعلك غفو وسط المكتب أيوه كرمت العمل ليش ساهر ليش فين اشتغل؟ يعني صفيت الكوبات كلين؟ صفيت عبتهم كلين ايوه هكذا يجبني بعت المكيف ما فعلت؟ بعت المكيف امزعش يزرى بنا بعت المكيف؟ زرى بنا امزعش يزرى كلها حليت برد يا برد لك يا زيدي في الخير ما اشتيت قلت لي ساهر امس يعني كملت الكشوفات كلها كملت كامل الكشوفات ايوه عجبتني يا كذا والان ما عاد تسبروا الآن بين أقول التوجيه لا وزارة الأشغال لا الأشغال لا دا دا دا. لا عاد تقربها خلاص كنت حذفنا الموظفين كامل ليش؟ باقي ثلاثة أو أربعة أنا عاد أسوق مرتبات ولا بيت تعجبني أمانا أنت أو نمر يعني كثير الموظفين مش حالي يعني اجتمع وأنا يعني الدولة تصرف لها على ناس ما بيش لهم داعي يعني ما ليش ليش زيادة الموظفين؟ أيوه وصلت الحق شوف أنا الشيء دوع ذايب ده. ايوه حجم ما بيش لا لازم خلاص كبها كر المهم هو باقي معانا النفط فقط نفط ما من الجنان ما عليك انت من النفط النفط اصلا ما عبش فيه النفط ولا موظف مسحنا الموظفين كامل اها علشان نسلم النفط للمندوبين حقنا اللي في السوق السوداء ها عم بيع الكمي كامل في السوق السوداء الكمي كله ايوه جاب ثاني هذا هو العمل الصح ايوه وعدنا الشيء اكلمك علشان تنبي اصحابنا ان المعاشات بكره اي سلموا معاشات ايوه بكره يعني اصحابنا بس لاصحابنا بس خبرتي بس هكذا عجبتني يا صدق انا الان ارتحت لعملك تمام وعدي ايوه ولا ورقود لا كنت لا مش تسرقوي ايوه مش بعد هذا مكني دواعه يلا عارف داي يلا انا عاد الكن الله يلا خاطرك كيف دحين نصرف له اللي اقول لك اي تمام اصرف له يلا تمام ايش اللي ها كذا كذا نسوي كذا ايوه يلا انا الاول ها هنا في شيء انا الاول غلط انت كاف هذا مغالط كان مغالط هو عملنا طول على خصميته سمعت يلا هذا الاول مفلح الغضونه بشرف الدنيا سيتي اينو هذا الاول هذا
طلعت مباشرة. هذا استلم على طول يا سيدي. وين هو؟ هذا الصندوق. ايه ذي اللي بعده منه؟ احمد حسين. احمد من جاء المرتب حق ابيك. وين جابه؟ ابيك دمعت. ما لما يجي يستلم يا خبير؟ كيف يجي يستلم ابو دمعت؟ يا خبير يقول لك مات يا خبير. يعني مع الاجار؟ مات يا ذا خلاص. معكو خلاص. خلاص سقط. كيف سقط؟ كذي. يا خبير سقط اسمه يعني ابوك مات سقط معاشه يا خبير خلاص. سقطتوا راسه في الحدود وبعدها معاشه. يا خبر خالف جدة أبوه هو داعشي أمانة الله اسكت معاك خلاص يلا خلاص تعالي أنجام رتب أبي لا تمكنني طلعت نزلات كل أبوك ادخل الجنة اللي بعدها من هو؟ يلا أنا خلاص خلاص من أنت؟ من أنت؟ محمد يحيى صالح يا صالح يا خبير سقط اسمك يا خبير ما سقطه غير جناء انا بين داوم يومي ولا قد غبت يوم يا خبير اسمك سقط هو من داعشي يا خبير سقط اسمك ما هو انت داعشي يا يعني اي واحد متعلم مثقف داعشي خلاص تضمه داعشي يا خبير ومين داعشي يلا طه لك يا طه عميل الله يقطعك يلا لا عمنا لا ما اسبرش اخر التاد ولا وعينك من جاهل ايه قالي بالثوب المكوي ذانا كل هال من يا سيدي حق سيدي حق سيدي مع بنك ايه الله خير السلام عليكم سلام ورحمه الله ابو ناجي انت حكنا ابو ناجي ابو طالب اهلا يا سيدي اهلا 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 بسيدي اهلا 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 ابو ناجي من هو ذا ابو ناجي؟ هلا نجحك انا الفضاء ابو ناجي؟ ابو ناجي اسمك سقط يا خبير يا اخي كيف سقط صلي على رسول الله ابو طالب انا وانت سقطنا الاسماء كامل كيف سقط اسمي؟ مو سقط اسمك هكذا قضاء وقدر الساقط انا لان انا جيت معاك من ساقط البلاد خرب يبهام الشعب من دي يقضى عالقرب وعاد وشتي مشتت لشتى مريا رجل مان الذي سبب ابدو اكيد العولانة عاقل الحاري فهمني هم عبده وعلوه يجي يزعوا لشنك الصف والوحده وكل احد منهم يلقى الظهر حقده والغل لولا عبد وابو